السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم رفيصة مغربية اللي كتعجب كل منطقها بتقديم عصري أو تقديم بريستيج. شكرا لكم بزاف الناس اللي كتدعمنا في الخفاء، شكرا لكم على التعاليق اللي كتفرحنا وتشجعنا أكثر وأكثر. بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما كتشوفوا معايا أول خطوة غادي نشرمل الدجاج. كما كتشوفوا معايا عندي جوج فصوص ديال التومة محكوكين، عندي سكنجبير، خرقوم البلدي، الإبزار، ملون حسب الذوق، وبالنسبة للعشوب أو رأس الحانوت حتى هو كيبقى حسب الذوق، ولكن ضروري في رفيسة كيجي هو اللي كيعطي المذاق زوين. من الأحسن أصلا رفيسة ما كتكونش رفيسة بلا رأس الحانوت. والملحة حسب الذوق، ومعلقة ديال السمن، والزعفران شعرة. غادي نخلط كل شي مزيان، بالنسبة للرفيسة كل واحد وطريقته في الرفيسة. صافي، وكنبدا نعمر الدجاجة مزيان، نشرملها مزيان بيدي. من بعد ما كنت غسلتها مزيان بالحامض والملحة وبيتها، صافي، ونستعمر حتى نشرملها مزيان. طنجرة غادي نحط الدجاجة، والعطرية اللي كنت خليت كما كتشوفوا معايا انا كنحضرها معكم خطوة بخطوة. بالنسبة للبصلة كنقطعها على هذا الشكل، وكنزيدها على الدجاج. من بعد ما كملت البصله كما كتشوفوا معايا غادي نزيد العطريه اللي كنت خليت، وغادي نزيد الابزار والسكنجبير والملحه وزدت زيت زيتون وزيت نباتيه عندي مخلطاهم، نسيت ما حطيتهمش مع المكونات. صافي، وغادي نخليها تطيب على خاطرها. وفي طنجرة حطيت كنت مفزقة العدس، بيته ليلة كاملة فازق، وغادي ندير عليه المرقة ديال الدجاج، وغادي نخليه يطيب حتى هو بوحدو. هاد الطريقة العدس كيبقى شاد راسو ما كيتحلش. وفي طنجرة واحدة اخرى درت المشماش، غسلته ودرت الماء بارد، وهويت القرفة، وغادي نخليه يطيب. وبالنسبة للوز حتى هو فزقته حيت لي القشرة ديالو ونشفته، ودابا كنقليه باش نعمر التمر. من بعد ما تسلق المشمش زدت ليه جوج معلقات ديال السكر سنيدة وخليته، والبيض السمان حتى هو حطيته تسلق كما كتشوفوا معايا. من بعد المشماش ما طاب كنزينو بهذه الطريقه بالكركاع، كنستعمر حتى
نكمل. بهالطريقة المشماش كيبقى زوين. الا درتي عويد القرفة احسن ما ديري القرفة مطحونة. ودابا غادي نعمر التمر. نستمر على هالطريقة حتى نكملو كامل. هاد الفيديو حطيت فيه غير الطريقة ديال الدجاج والمرقة والطريقة ديال التريد، ما حطيتهاش مع هاد الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. هنحطها في فيديو، غادي نحطها في فيديو تاني ان شاء الله. مهم نستمر حتى نكمل التمر كامل. كنحيد العظم ونعمره باللوز. هاد الطريقة كل الناس كتعرفها. وكيبقى تزيين حسب الذوق. كما كتشوفوا معايا الدجاج هو طاب. غادي نحيدو من الطنجرة وغادي نحطو في صينية الفرن. وبالنسبة للبصلة كما كتشوفوا معايا غادي نصفيها كاملة في مقلة وغادي نخليها تشحر. هالطريقة كتجي زوينة بزاف. حتى المرقة ما كتبقاش بزاف، كتبقى المريقة غير شوية. وعلى حساب الكمية اللي عندكم نتوما، انا عندي يعني ما عنديش رفيسة بزاف. صافي ونستمر على هذا الشكل وانا هي كتشحر وانا كنحركها. صافي ونخليها تشحر مزيان وما نساوهاش كل مره نحركوها باش ما تحرقش. بالنسبه للدجاج كندهنو بالزبده، غادي ندهنو كامل بالزبده وندخلو الفران يتحمر. كما كتشوفوا معايا غادي نصايب اعشاش ديال الكنافه للتزيين. كما قلت لكم على حساب الكميه اللي عندكم، انا صايب ثلاثة ديال الاعشاش. نستمر حتى نكملهم. غادي نزيد عليهم الزبدة كما كتشوفوا معايا باش يتحمروا مزيان في الفران. كما كتشوفوا معايا من بعد ما جبدت الاعشاش من الفران كيجيو على هاد الشكل. البيض ها هو مسلوق حتى هو نقيتو، التمر معمر باللوز والقرقاع والمشماش.
وبالنسبة للتقديم كيبقى على حسب الذوق، كل واحد يقدمه على ذوقه. والتريد غادي نحط فيديو ثاني كما قلت لكم باش ما يجيش الفيديو طويل. وغادي نسقي وغادي نحط الدجاج من بعد ما تحمر في الفران. غادي نحط البصلة، كل واحد يقدم على طريقته. كما كتشوفوا معايا والعدس حتى هو من بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل، ما كيتحلش صافي. ونستعمر على هذه الطريقه، ولكن بصراحه الريحه يا سلام انشهيكم فيها. كما كتشوفوا معايا وحطيت الاعشاش ديال الكنافه كما كتشوفوا معايا، انا قدمتها على هذا الشكل. كتجي زوينه بزاف، وهذا هو الشكل النهائي ديال الرفيصه فيسا بريستيج. وبالصحه والراحه، شكرا لكم بزاف، وما تنساونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. في رعاية الله وحفظه، نتلقى في فيديو جديد إن شاء الله.